جالس ما هيت الطران بايع وشاري تذخر العزة فيها يدا. إذن باسمك اللهم نبدأ على بركته نتوكل منك يا الله طلب التوفيق والسداد والنجاح، فهيئ لنا من أمرنا رشدا إنك على كل شيء قدير. مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والبركة، أحييكم وأرحب بحضراتكم من هنا من على أرضية ميدان الشهيد وفي دولة الكويت الحبيبة ضمن فعاليات ومهرجان بطولة الكويت السنوية للهجن. وفي ثالث أيام هذه البطولة تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تنطلق الأسماء وتندفع الشعارات، شوط السيارة وشوط السويك المخصص للقعدان الإجداع، تنطلق الأسماء وتبحر هذه الشعارات في رحلة بحث وتنقيب عن الذهب وعن النماس في هذا المهرجان الكبير. أتقدم وأتابع المقدمة والمركز الأول ومن يستفتح النداء، أتابع مزعل يتقدم بشعار بن هادية أبريك بن فرج بن هادية الغفران يحضر ويقدم لنا مزعل على المستوى الأول وعلى الانطلاق الأول، بينما أتابع الحضور والتواجد على المستوى الثاني، أتابع الانطلاق والتقدم من الحذر وحمد بن ناصر بن هادية الغفران المري يتقدم ويقدم لنا الحذر، من يغير ويتقدم ويسحب بساط الأمور يقدم لنا الحذر، بينما ثاني الأسماء أتابع الحضور والتواجد من وسواس وشعار بن دلوان يتقدم، محمد بن ناصر بن دلوان الاكتبي يحضر ويغير إلى البداية، ثالثا أتابع التقدم والحضور مع شعار بن عون، من يقدم لنا وداع وراشد بن علي بن راشد الغيثاني المري يحضر ويقدم لنا وداع، رابعا أتابع التواجد والانطلاق من سراب أحمد بن محمد بن عبد العزيز الخالدي، وخامسا أتابع الحضور من نهاب ومحمد بن عبيد بن محمد الغفلي يتقدم ويقدم نهاب الخمسة مراكز الأولى الفايف ستار، ولكن العودة إلى البيج ستار وإلى أولى النجوم المنطلقة والمتلألئة على أرضية هذا الميدان. أتابع المقدمة والمركز الأول، أتابع بن دلوان من يقدم لنا وسواس، محمد بن ناصر بن دلوان الاكتبي يحضرون أبناء الإمارات يتقدمون رجال زايد ويحضرون في هذا المعترك الأخوي الكبير، بينما أتابع ثاني الأسماء الحضور والتقدم من وداع ليحضر بن عون ليتقدم بشعار راعي شاهين يحضر اليوم يتقدم ويقدم لنا وداع، راشد بن علي بن راشد الغيثاني المري، ثالثا أتابع
الحضور والتواجد من شعار الحذر وشعار بن هادي وفي شوط ما هو بهادي ولا هو بعادي يتقدم حمد بن ناصر بن هادي الغفران ويقدم الحذر على ثالث الأسماء رابعا وتابع التواجد والانطلاق من شعار نهاب يتقدم ويحضر بشعار محمد بن عبيد بن محمد الغفلية ولكن خامسا وتابع التواجد والانطلاق من عجب وشعار البريصي يتقدم سعيد بن هادي بن علي البريصي المرية أرى الأسماء أرى الشعارات القادمة الحاضرة من الخلف وتابع البريدية يتقدم ويحضر بشعار مع مهدية حمد بن جار الله بن حسين البريدي المرية هل الدوحة بدوا ينضمون إلى المعركة ولكن يا أخوان إن سألتموني عن الموقع 2 كيلومتر ما يفصل عن السويك عن السيارة عن النوماس الله الله العودة إلى مقدمة الشوط والمركز الأول من يقود الأسماء يتقدم وسواس يحضر وسواس بن دلوان يتقدم ويحضر مع شعار محمد بن ناصر بن دلوان الكتبية أبناء الإمارات أبناء المملكة تتشكل المناطق وتجتمع الأصايل في أرضية الشهيد يا سلام انطلق وسواس ويتقدم ويحضر على المركز الأول على المقدمة محمد بن ناصر بن دلوان الكتبية ولكن بن عون بن عون الله يعينك أنت والحضار أنت والملاك اقتربنا اقتربنا من قوس النصر يحضر بن عون يتقدم مع وداع وشعار راشد بن علي بن راشد الغيثاني المرية أرى الأسماء أرى الشعارات ولكن إعلان هام للعمالقة الكيلو الأخير الكبير يا باغي النماس يا باغي الموتر حرك روح أرى وسواس ولكن وداع وداع يا باغي الله 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 غير بن عون بن عون مع وداع راشد بن علي بن راشد الغيثانية السواك يلمع والعين تدمع والله اللي يعطي ويمنع يا بن عون أرى الأسماء أرى الشعارات بدو للقعدان يشنون الغارة يا بابا 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 الله 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 طارن القعدان بن حمدون بن حمدون بدأ يحضر بدأ يتقدم مع مخبار أحمد بن مطر بن ماجد الأخيالية رجل الأمتار الأخيرة ولكن بن جبران مع ثاير سالم بن زبران بن فهد العجمية وصل مع شاهين بن حمدون يا بابا 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 الموتر الموتر الحمدون بن حمدون ولكن بن جبران علي بن ناصر الغفرانية أبناء المملكة أبناء زايد آخر الأمتار السويك الموتر ولكن علي بن ناصر الغفرانية آخر الأمتار عبر الموتر السويك مع شعار سالم بزابر علي بن ناصر بن جابر الغفراني المري ثاني كان شعار وحضور أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي ثالثا كان التواجد نتركه للجنة الخط والتحكيم تهانينا مرحبا مرحبا
حياكم الله أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم في شوطنا الرابع وأيضا مشاركة 37 من الحلال، ونبارك دائما لإخواننا وأحبتنا. وحاب أني أذكر وأشكر إخواننا محمد الهاجري من المعلقين المميزين، وأيضا فرزان القحطاني وعبد الهادي العجمي ومبارك محسن مبارك، وأيضا سالم خالد العجمي وصالح رحيل العنزي. شكرا لهم لتعليقهم على أشواط الماضية، وأيضا في بداية هذه البطولة نشكرهم أيضا، هم النجاح لهذه البطولة في تعليقهم على أشواطنا وعلى أيام الماضية لهذه البطولة. ورحب في أخوي عبد الله. أخوي عبد الله، شفنا شوطنا المشارك في 37 من الحلال، تحدث عن هذا الشوط. يا هلا أبو صقر، أولا نهني علي بن ناصر بن جابر الغفران المري. نعم. على هالإنجاز وعلى هالنماس اللي هو مستغرب، نبارك له ونبارك له ونقول له ألف ألف مبروك ونماس دائم إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا كان مخباط كذلك قعود حمد المطر بن حمدون الخيري. نعم. منافس يعني بشكل كبير، يعني نشوف النهاية الخط النهاية. نعم. ما شاء الله، يعني ما شاء المسافة الله. يعني فرق بسيط جدا بين الغفراني بين علي بن ناصر بن جابر وبين الحين ابو رفعان. من فايز يعتبر؟ لا، الحين الفايز علي بن ناصر بن جابر زي ما ذكروا الاخوان المعلقين. إيه اللي 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 داخل. اي اللي لا، هي فوز فينش، فرق إيه؟ بسيط جدا. نعم، اللي داخل ولا ومخ باط الخيالي المركز الثاني. نعم. على ما ذكروا الاخوان في التعليق ما تحوش نفس اللقطه هذه تجي